علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم إن لم تنتهوا لنرجمنكم. طيب يا حبيبتي قولي لي لو نونا مش هتجيلك الصبح اجيلك انا عشان ما تبقيش لوحدك. طيب خلي بالك من نفسك. باي باي. ايه الاخبار النهارده؟ يعني احسن شويه بس نفسيا طبعا متدمره خالص. الموضوع مش سهل برضه. صعبانه عليا قوي. معلش فتره هتعدي ان شاء الله. تعرفيش يمكن ده احسن له. أحسن لهم؟ البيبي نازل والهرمونات مبهدلاها وعملوا أوضة البيبي خلاص مش هيعرفوا يدخلوها. أحسن لهم في إيه؟ أيوة أنا أكيد فاهم كل ده بس دي حاجات كلها كام شهر هتعدي وكان مع الصورة الأكبر. لو كانوا خلفوا هم مش جاهزين ممكن مكانتش تبقى أحسن حاجة ليه؟ كانوا هيفرحوا بالبيبي وهينسوا كل مشاكلهم. كانوا هيفرحوا بالبيبي فعلا؟ لا طبعا كانت مشكلتهم هتزيد. مسؤوليه عيل دي اصلا هتحط اي كابل تحت ضغط لو هم اصلا مش مظبطين ده فكره التنشن اكتر. عدو المسؤوليه بتجيب لك بانيك. لا مش بتجيب لي بانيك. انا بحب ابقى جاهز للحاجه قبل ما اعملها اللي هو نوع من المسؤوليه بالنسبه لي. يعني ادم ونادين خناقاتهم كتير على كلامك فمحتاجين ان هم يتفاهموا مع بعض الاول قبل ما يجيبوا عيل شحطت بينهم ولا الدنيا ما مشيتش. مش أول مرة تقولي النكتة دي. عدو المسؤولية. بتعصبني. كام؟ بتحسسني إنك عايزة تقولي حاجة مش بتقوليها. عايزة تقولي حاجة. خالص. إحنا أصلاً مش بنتكلم على آدم ونادين. بنتكلم على آدم ونادين. سلمى. إنجزي. بصراحة. بقلق تبقى بتفسر حاجات تانية على ان هي مسؤولية وتيجي قدام تزهق من كل المسؤوليات دي. اتكلمي علينا. ده بجد؟ بجد. هذه الفل؟ اه اوكي.